ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومع ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، حبينا نقيم الدورة بشكل موضوعي ونشوف أبرز الإيجابيات اللي شهدها المعرض، وبرضو نعرف السلبيات اللي حصلت علشان نتلافاها في الدورة اللي جاية. كمان هنتكلم عن الإقبال الجماهيري وأسعار الكتب اللي كانت مناسبة ولا لأ. كمان هنعرف أكتر عن ضيف شرف الدورة اللي جاية من المعرض اللي تم الإعلان عنه إن هو سلطنة عمان. أسئلة كثيرة هنطرحها على ضيفنا النهاردة الأستاذ مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. صباح الورد على حضرتك يا فندم. صباح الورد على مصر كلها. صباح الخير. دهني الشعب المصري على نجاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي. طبعا ده نجاح لينا كلنا. يعني في البداية عايز أسأل حضرتك، إيه هو تقييمك للمعرض السنة دي؟ طبعا كلمة تقييم دي كلمة كبيرة قوي، لكن المفترض أن من يتم الحكم على الدورة أو ما يتم الحكم على الدورة من خلاله هو الشعب، هو الجماهير، هو الإحصائيات، هو المعدلات التي حققتها الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. وبالتبعية هي دورة فارقة ومميزة، وكل سنة احنا بنجد جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بيأتي نتيجة مجهود يتم كي تخرج الدورة على أكمل وجه وعلى شكل مشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحجمه وتاريخه. طيب الإقبال السنة دي زاد عن السنة اللي فاتت؟ في اختلاف السنة دي عن السنين اللي فاتت؟ طبعا في اختلاف طبعا في الأعداد، وفي اختلاف في أشكال تم تقديمها عبر البرنامج الثقافي وعلى الأرض. يعني بالنسبة للأرقام ربما تكون فارقة عن العام السابق بما يوازي مثلا زيادة مليون أو أكثر من حضور هذا المعرض. يعني كنا بنتكلم السنة اللي فاتت في حوالي 3,700,000، هذا العام تخطينا 4,700,000 زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ولما أقول الرقم ده شارك فيه كل فرد داخل المعرض. عظيم. شارك فيه الرعاية التي أولاها سيادة الرئيس للمعرض، التوجيه بالتركيز على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، و الالتفاف حوله والتكاتف من كل المؤسسات. كان في اهتمام كبير الحقيقة السنة دي بالمعرض. الإعلام كان له دور. الصحافة. كل هذا شارك في نجاح هذه الدورة وهذا الإقبال والأرقام كمان في مبيعات الدورة. طيب إيه أبرز البرامج الثقافية اللي اتنفذت السنة دي في المعرض؟ وطبعا ما حصلتش كانت في السنين اللي فاتت، يعني الاختلاف في الحاجات دي السنه دي. يعني طبعا في، لو هتكلم في شقين، شق خاص بالمعرض بادائنا كدور مصري داخل المعرض، واداء ضيف الشرف. ضيف الشرف طبعا السنه دي كان من اوروبا او شمال اوروبا تحديدا، ثقافة جديدة، أتى ببرنامج كانت النرويج تنفيذه طبعا تقريبا. فمن خلال الثقافة ومن خلال الأداء الذي تم عبر برنامج ضيف الشرف، فده شيء جديد داخل المعرض لم يحدث في الدورة السابقة. بالنسبة للبرنامج الثقافي المصري داخل المعرض كان في بعض المحاور الجديدة، إما أتت من أجل أحداث نعيشها أو التفكير في استحداث محاور داخل البرنامج الثقافي. مثلا إحنا السنة دي بنحتفل بمرور 50 سنة على حرب أكتوبر، بنحتفل بمرور 50 سنة على وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، بنحتفل بشعراء وشاعرات مصريين وعرب كانوا خط واسطة بين مصر وبين أشقائها من الدول العربية. طبعا عندنا مواجهة للتطور الحادث في العالم، أهم مجال حاليا بيشغل الناس وبيركز عليه كل الدول، الذكاء الاصطناعي. طبعا كان له محور داخل المعرض وكان له مؤتمر.
فكل جنبات البرنامج كان فيها جديد، وده بالتبعية بيحدث كل عام. يعني لابد أن يكون هناك جديدا في كل دورة حتى لا تتشابه الدورات ويكون ما يقدم مجرد روتين وتفكير عادي. طبعا. لكن صحيح. لازم يبقى في جديد في في البرنامج. طيب نقدر كده نقيم الأكتر فئة زارت المعرض، فئة عمرية يعني زارت المعرض السنة دي، نقدر نقيمها؟ يعني بالتبعية لو هتكلم في شرائح عمرية هقول إنه الأطفال يأتون بآبائهم وأمهاتهم، الشباب يأتون ببعضهم، الشابات. أصبح معرض الكتاب بالنسبة للأسرة وبالنسبة لشباب الجامعة وبالنسبة لشباب المدرسة أو تلاميذ المدرسة، هو أصبح رحلة موجودة بالتبعية على أجندتهم سواء في أجازتهم الصيفية، أجازة منتصف العام آسف، أو أنه أصبح رحلة ثقافية ترفيهية يستمتعون فيها طوال يوم كامل داخل المعرض. عظيم جدا. طبعا الشباب هم الشريحة الأكبر، لكن ده لا ينفي وجود العنصر النسائي، وجود كبار السن. بنجد مثلا احنا بس هنقطع كلام حضرتك دقائق، احنا معانا سيادة السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة. صباح الورد على حضرتك يا فندم. الورد وصباح المحبة لكل المستمعين قناة تن، ولكم ولجميع المستمعين صباح والمشاهدين. احنا بداية بنبارك لحضرتك طبعا على اختيار سلطنة عمان الشقيقة كضيف شرف في معرض الكتاب في دورته القادمة، ويعني عايزين نعرف كده العلاقات الثقافية بين مصر وسلطنة عمان بتتميز دايما بالأصالة والترابط، شفت ازاي اختيار السلطنة كضيف شرف للمعرض؟ العلاقات العمانية، العلاقات العمانية المصرية، العلاقات العمانية المصرية متجذرة وتاريخية ضاربة في عمق التاريخ. طبعا. فحينما نتحدث عن العلاقة فهي في كل جوانبها، وبلا شك أن العلاقة الثقافية كانت حقيقة منذ عصر النهضة الحديثة في قيادة جلالة السلطان قابوس طيب الله سراه، وفيما بعد والآن يكملها جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه في عمان بنهضته المتجددة. وبالتالي كانت هذه العلاقة الثقافية منذ بداية السبعينات، حيث كان المعلم المصري، وحيث كان الإعلامي المصري، وحيث كان المثقف المصري والمثقف العماني في تآلف ومودة وتعاون وتبادل الأفكار وتبادل المعطيات الثقافية بين البلدين. عظيم جدا. فالعلاقة تاريخية ومتجذرة في كل جوانبها. والآن اختيار سلطنة عمان كي تكون ضيفة شرف لمعرض الكتاب القادم بإذن الله 2024، حقيقة هذا ما يبعث على السرور طبعاً. والبهجة لنا جميعا، وهذا دليل قوة هذه العلاقة بين البلدين. صحيح. الشقيقين سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي. ومعرض الكتاب المصري حقيقة يعني منذ سنوات عمان هي مشاركة بإبداعات الشباب العماني وبتاريخها العميق في المجالات الأدبية والفكرية والفقهية. وعمان حقيقة ومصر صنوان في هذا الجانب، وهنالك الكثير من العناوين كل عام تشارك بها سلطنة عمان، الحديثة منها والقديمة التي أيضا تمثل التراث الثقافي العماني. عظيم جدا. اختيار عمان. طب احنا عايزين حضرتك تكلمنا عن اهم ما يميز الثقافه العمانيه. الثقافه العمانيه كاي ثقافه عربيه، ولكن الثقافه العمانيه حقيقه يعني فيما يتعلق بالنشر والمؤلفات معظمها حقيقه كانت في مجال الادب وفي مجال الفقه وفي مجال اللغه. فحينما نتحدث عن اللغة فهنالك الخليل بن أحمد الفراهيدي،
هو واضع علم العروض هذا العماني الذي يعني حقيقة كان له إبداع في مجال اللغة العربية وغيرهم من المؤلفين. ثم أنه أيضا الجوانب التاريخية، عمان يعني أسهمت في التاريخ الحضارة العربية والحضارة الإنسانية، وبالتالي كان هذا أيضا مجالا خصبا في المؤلفات العمانية. لا ننسى أيضا الجوانب الحديثة من حيث الموسيقى ومن حيث أدب الشباب ومن حيث أيضا الجوانب الثقافية الأخرى والفنية. عمان لديها من الشباب المبدع في مجال الفن التشكيلي، وهو أيضا يأتي في إطار مفهوم الثقافة بشكله الكلي حينما نعرف الثقافة بشكلها الواسع. عظيم جدا. نعم، احنا بنشكر حضرتك السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، وبنبارك لحضرتك مرة تانية، ونرجع لحضرتك استاذ مروان نكمل حديثنا عن ايه الفئة العمرية اللي كنا بنتكلم عنها، ان اكتريتها حضرتك بتقول ان هم كانوا من الشباب. هل في نوع كتب معينة كان الشباب بيتجه ليها؟ طبعا الشباب يستهويهم الكتابة الجديدة في الرواية أو القصص أو الخيال العلمي أو الكتب التي تأخذ بأيديهم إلى التفكير، كتابات المجالات الحديثة، الذكاء الاصطناعي وغيرها. طبعا فئة الشباب الآن ربما يكون الثقافة المكتوبة واللوحية والرقمية هي تأخذ جانبا كبيرا من أكتر حاجة وتستهويه. فالإقبال كان على مثل هذه الكتابات. احنا يعني طبعا لا ننفي أن هذه الكتابات موجودة وحاضرة بقوة ولها مريدين، لكن كمان احنا بنحاول نربط بين الماضي والحاضر. احنا عندنا ماضي عريق طبعاً جدا في طبعاً الثقافة المصرية، وإن كان هناك جيل ربما لم يرى من هؤلاء الذين أثروا الحياة الثقافية أو يسمعوا عنهم، فإحنا بنقدمهم كأمثلة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر الكتابات التي يعاد طباعتها، عبر المناقشات التي تدار في الحوارات داخل المحاور البرنامج الثقافي، شخصية المعرض، أهم كتابات عبر تسجيلات وغيرها. داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب تستطيعين أن تجدي من مات منذ 50 عاما حاضرا، يقدروا يستحضروا بالضبط أي شخصيات وإحنا ويعرفوا معلومات. كما أطلقنا من أحد المشروعات استعادة طه حسين، فهو استعادة لهؤلاء الشباب الذين لم يعاصروا مثل اللي في سننا هذه الكتابات وتربوا عليها. طيب في كان في طبعا كتب علميه وموسوعات، ولاحظنا ان الكتب دي كانت بتبقى اسعارها عاليه جدا، فده بيبقى ايه سببه؟ يعني انا عشان اشتري موسوعه كامله بتبقى طبعا اسعار يعني عاليه جدا، ولو في شباب او يعني سن صغير محتاج حاجات معلوماتيه اعتقد ده ممكن يبقى مش في متناول ايده. الكتاب طبعا هو نتاج صناعه كبيره جدا اسمها صناعه النشر. صناعة النشر مثل الصناعات الأخرى تجابه ما يحدث حول العالم من تطور في الاقتصاديات، من أزمات اقتصادية من غيرها، من زيادات في الأسعار. بالتبعية ده بينصب على صانع أو منشئ هذا المحتوى الورقي، فمستلزمات الإنتاج الطباعة تم التطور الأسعار فيها، فبالتبعية المنتج سيكون بتبقى عالية. لن يذهب إليه في المعظم إلا الذي يحتاج إليه. ما أنا عايز أسأل حضرتك، هل في فئة بقى معينة بتروح للنوع ده من الكتب؟ في طبعا، لأنه بيخدم مشروعهم البحثي طبعاً. بيخدم شيء هم بيبحثوا عنه، يعني اللي بيبقى في احتياج ليه طبعا. لكن في المقابل وزارة الثقافة ممثلة في قطاعاتها بتقدم هذا النوع من الموسوعات أو الكتب بدعم من الدولة المصرية بشكل يعني كبير. يعني مثلا أنا استمعت زي حضراتكم في الإعلام إلى أن هناك موسوعة داخل المعرض بآلاف الجنيهات،
نحن نقدم موسوعات، هذه الموسوعات ربما تكون مطلوبة من الباحثين في أمور اللغة، في أمور الأدب. فنظرا لأن الدولة تدعم هذه الصناعة في المؤسسات الرسمية لها، فتقدم هذه الموسوعات بثمن أقل كثير من الموجود في طبعات أخرى لدور نشر مختلف. المبادرات التي تخرج من وزارة الثقافة، التأكيد على نوعية الكتب التي تقدم، كل هذه تخدم هذا الشأن، وربما يجد القادم إلى المعرض فيها العوض فيستطيع أن يشتري مثلا كتاب بعشرة جنيهات، بخمستاشر، بعشرين، بثلاثين، إلى مئة ومئتي جنيه. ولما حضرتك بتنظري إلى هذا الرقم تجديه أقل كثيرا من طبعا. أرقام أخرى صحيح. لكن بالتبعية هذه السوق فيها متنوع، وهذا التنوع هو يخدم الجمهور القادم، لأن بالتبعية في دور متخصصة في الشأن العلمي فبتنشر علم، في دور متخصصة في الشأن القانوني فبتنشر. فكل واحد داخل المعرض بيبحث عن مجاله وعما يستهويه في مشواره البحثي أو العلمي أو غير ذلك، فبالتبعية بيبقى هو جاي على هدف معين. طيب أستاذ مروان، يعني إحنا الدول العربية دايما بتبقى مشاركة في المعرض ده كل سنة، يعني ماذا تعني هذه المشاركة؟ يعني كيف ترى هذه المشاركة؟ المشاركة دي معناها أن مصر تبعث برسالة دائما، ورسالتها الثقافية هذه تقول أن هناك رسالة سلام، لكنها رسالة مفادها القوة طبعا. مفادها الرسوخ. هناك رسالة تقول أننا عندنا ثقافة قوية لا تهتز مع أي ظواهر تستطيع أن تجذب هذا البساط. نقول كذلك أن هناك جماهير واعية، وهذا الوعي لا يؤثر على ما يجابهون من خطط أو من تغيير للهوية أو عايز أقول لحضرتك مثلا أن أنا بلخص ده في شنطة السفر. معرض القاهرة الدولي للكتاب فيه ظاهرة من الظواهر الجميلة، وهي أن شنطة السفر تساوي وعي وانتماء وتعني ثقافة، وتعني أن الداخل إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب عنده الكثير من النهم كي يأتي بشنطة سفره حتى يعود بها ممتلئة بكتبه التي يرغب في قراءتها. دي رسائل حين أشاهدها في الصور التي تصور أو الفيديوهات، فأقول أن هناك وعي، الشعب يبحث دائما عن ثقافته، وأن معرض القاهرة الدولي للكتاب محطة مهمة طبعا. في حياته تشي بأن هناك عقول تريد أن تستنير دائما طبعا. ومعرض الكتاب يعني طول عمره حدث مهم بيحصل كل عام طبعا. وزي ما حضرتك قلت وتفضلت ان الاطفال بيبقى فيه اقبال من الاطفال كبير جدا. ومن اسرهم، وده بيدل على وعي وثقافه الشعب والاسر المصريه طبعا. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي لمعرض القاهره الدولي للكتاب. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، دقايق ونروح لفقرتنا الثانيه، انتظرونا.